فاستمع لما يوحى انني انا الله. الله الاول واني ايه انا ربك، عشان يطمئنوا ان انا اللي بربي وانا اللي بعمل وانا حنين عليك، ده انا حنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف يطمن. لكن دلوقتي بقى يقول انا الله صاحب التكاليف، بقى هقول لك اعمل كذا واعمل كذا، والتكاليف دي بتبقى شقه شويه. يبقى من عطاء الالوهيه تكليف، انما عطاء الربوبيه ايه؟ تشريف. كلنا ننهب، ده الواحد بده ياخد اللي مش له، مش عايز حاجه دي ابدا. يعني اللي مالي اللي مش ليا بدي اخده في مسائل الدنيا. انني انا الله، وما دام انا الله يبقى ايه؟ معبود. ومعنى معبود يعني ايه؟ ليا اوامر تطاع. طب اول حاجه القمه الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الايماني ايه؟ انني انا الله لا اله الا انا، هي خير ما قلته انا والايه؟ هي دي لا اله الا. ما دام ما فيش الا هو يبقى ما يصحش نتلقى اي امر من غيره، ما يصحش نعتمد الا عليه، ما يصحش يشغل قلبنا الا ايه؟ الا هو. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يكونوا عقلاء. يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت ناصح ما تتوكلش على واحد كده يقول لك ده اللي هيعمل لي، يمكن يفطس الصوت ما تلاقيش. فان كنت ناصح بقى توكل على ايه؟ على الحي الذي لا يموت، مش كده؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. انني انا الله لا اله الا انا، مش هتتلقى اوامر من غيري، ما تخافش. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لأن إن كانوا هيقولوا إحنا آلهة كانوا لازم يدوروا على ربنا اللي عايز ياخد منهم الخلق ده وياخد الألوهية يروحوا له أو يتوددوا له، لحصل لا دي ولا دي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وما دام أنا الله ولا إله إلا أنا أوعى تتلقى أوامر إلا مني. ليه؟ لأن يشترط في من يعطي الأوامر إن المأمور يأخذ الأوامر دي على ثقة بأن الآمر لا ينتفع بشيء منها، إنما يقول لك اعمل كذا ويمكن ينتفع به يبقى هو هيدخل، إنما ربنا مش هينتفع بحد. تبقى أوامره لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت، لأن الله له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، فمش حرام. ولذلك تقنين الله وتقنين البشر ليه بيختلف؟ قال لك لأن تقنين البشر قد يدخل الهوى في المقنن، إن كان المقنن من العمال يخلي العمال فوق والرأس مالية يدهسها في الأرض، وإن كان في الرأس مالية يدهس يبقى له هوى. ثانيا أنه يقدر يعدل، يطلع غلط في دي يقول لك نعدل، لأنه ما يعرفش. يبقى يشترط في المشرع بقى أن لا ينتفع بما يشرع، ودي ما توجدش إلا عند الله، وأن لا يغيب عنه شيء يمكن أن يستدرك فيما بعد يفوت عندما يقنن، ودي موجودة في البشر. يبقى إذا ما دام أنا الله اعبدني وأنا اعبدني أطع أوامري واجتنب نواهية، لأن إيه؟ أنا ماليش هوا في الحكاية دي، إنما هي مصلحتك أنت. فاعبدني. وقلنا العبادة الناس بتفتكر بس إنها الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، العبادة كل حركة في الحياة تؤدي إلى واجب. كل حركة في الحياة، واحد هيصلي، لما يصلي أولا عايز يستر عورته، أدي أول حاجة. تستر عورتك بإيه؟ تجيب شوية قماش. تجيب القماش منين؟ من تاجر المانيفاتورة، تبقى عوزته. تاجر المانيفاتورة جاي منين؟ من المنسك، المصنع اللي بينسك. والمنسك راح جاب الخيط من اللي بيغزل، واللي بيغزل جاب من القطن من اللي بيحلق، واللي بيحلق جاب القطن من اللي بيزرع، واللي بيزرع جابه منين؟ من الحرث والآلات والميه والمش عارف الايه والايه، اللي بيعملها العلماء واللي بتعملها المصانع واللي بتعملها الامكانيات. يبقى عشان حضرتك تستر عورتك احتجت الى كل هذا الجهاز في الارض. يبقى كل عمل
يتصل بالواجب يبقى واجب ولا لا؟ كل عمل يتصل بالواجب يجي واحد يقول لك لا انا ما اكلش من انا ما اشتغلش في الحكومه لان مالها مش عارف. تقول له طب فطرت ايه النهارده يا حبيبي؟ اقل حاجه خدت رغيف. اهو البقال اللي انت ما انتش عايز تشتغل بقال جاب لك الرغيف، والمخبز قاعد طول الليل يخبز لك، واللي عجن قاعد يعجن. ان كنت بقى عايز تعمل كده اوعى تنتفع بحركه متحرك، انما تقعد لي وتنتفع بحركه المتحرك وتعمل لي تنبه تقعد تاكل في البيت كده كده صح في الكلام ده. يبقى اذا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدعي الناس الى الصلاه يوم الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. عواطليه لا، وزروا البيع كانه طلعهم من ايه؟ من عمل. طب وش معنى وزروا البيع يعني بس كده؟ البيع بس. طب والشراء؟ قال لك لا، اصل اللي بيشتري ده يمكن من مصلحته انه ما يلاقيش اللي يبيع له، يقول لك بركه يا جامع. انما اللي بايع عايز يبيع يبقى حريص ولا مش حريص؟ طب واللي بيبيع بيبيع ايه؟ سلعه. بيبيعها لمين؟ لمستهلك. من مين؟ من منتج. والمنتج ده انواع متعدده، ينتج زراعي ولا صناعي ولا ولا ولا. الله. يبقى اذا بيقول ايه؟ روحوا للصلاه وزروا الايه؟ اخرجنا من عمل. خلاص؟ وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه ما فيش تنبله بقى في الجامع. روحوا فين ايه؟ انتشروا في الارض. تعملوا ايه يعني؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى مخالفه الامر هنا فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيت، زي مخالفته فيه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. دي امر وده ايه؟ وده امر. يبقى كل حركه الحياه ماخوذه من مع بعضها، كلها عباده. ولذلك سيدنا عمر قال على الراجل، الراجل ده اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل يعني بيها. مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال اخوه، قال اخوه اعبد منه. اخوه اعبد منه. ليه؟ قال لك لانه بيوسر حركه للناس. ده احنا بس جبناها في اللي نستر العوره، ما جبناش في اللقمه، ما جبناش في غيره، ما جبناش في اللي بده يتوضا من الحنفيه. حنفيه في المسجد كده ويفتحها ويتنبك كده ويقعد يتوضا كده ومش عارف ايه. شوف بقى كام سلسله امكانيات. غني تطوع وصانع جاء وقعد يركب، وصانع صنع الادوات ومعامل، وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في الماسوره يبقى مربع نصف القطر، وبعدين نعمل دي تبقى ايه، والجلده تحبس ازاي. شو لما شغل عشان تتوضا. يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل، لانه كلها بتعمل الاعمال بتخدم بعضها، لكن المهم انت بتعمل وفي نيتك ايه. هذا الكلام. الكافر يعمل وفي نيته ان يرزق نفسه. لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه؟ انت تعمل علشان تقوت نفسك وتيسر لاخوانك شيئا. ادي الاصول. مش بمجرد كده واحد سواق مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في اول النهار بقرشين كده ويروح ساكك البتاع ومش عارف ايه. طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور، واحد وراه مش عارف ايه، واحد ما لقاش، بقال قاعد يبيع، وبعدين ربنا النهارده السوق جبر، وبعدين سكل بتاع. طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شويه رز وشويه زيت وشويه مش عارف سكر عشان يعمل ايه دي. فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه؟ في بالك الغير. تبقى عباده بقى هنا، تبقى دين اللي اسمها الايه؟ تبقى العباده. تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تاخذ حاجتك من منتوج الطاقه، والباقي يرد على الناس. اما بترد صدقه واما بترد بثمن. لكن انت يسرت له السبيل ولا لا؟ يسرت له الايه؟ يسرت له السبيل. مني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. يبقى العباده هي ايه بقى؟ كل حركه تؤدي خدمه في الكون نيتك فيها ايه؟ نيتك الله. طب فاعبدني. العباده انواعها متعدده بقى. اشمعنى خاص الصلاه بقى؟ واقم الصلاه لذكري. اقم الصلاه، اقمها يعني اقم الشيء يعني اجعله قائما على اسسه، يعني محكمه، وضوءها كويس، اركانها كويسه سليمه، كل اعمالها. يبقى ده اسمك اقمت الصلاه. طيب
اشمعنى الصلاة؟ أم قال لك لأن الصلاة دي هي العبادة التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لأن لما نقوله الزكاة لما يبقى عندي مال، الصوم لما يبقى قوي وقادر ولا مش مريض، الحج لما يبقى مستطيع، لكن الصلاة ملهاش عذر أبدا. تصلي قائمة، فإن لم تستطع تصلي قاعدة، فإن لم تستطع تصلي مضطجعا، فإن لم تستطع وانت مضطجع برضو تتحرك مش عارف ايه، صلي إيماء برأسك، فإن لم تستطع أو بجفونك، فإن لم تستطع أخطرها على قلبك ما دام لك وعي، يبقى ما تسكتش أبدا وتتكرر دائما. الزكاة بتقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة، والشمس شهر في السنة، والحج مرة في العمر، إنما دي بتتكرر وكل يوم كم مرة؟ خمس مرات. ليه؟ علشان دائما تذكرك إن أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة. تنك جاي كده وتقف أمام ربك كده، أنت صنعته وأنت وقفت. طب هات لي بقى آلة من الآلات المصنوعة للبشر، والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم خمس مرات، يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطب ابدا. خمس مرات تشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها خمس مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقوم للصالة، اللي يقول انا هروح لرب اللي خلق اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يصلي اذا حزبه امر قام الى الايه؟ السلام. انت في الصنعه الماديه صنعه تعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها، يقعد ويعمل فيها ويعمل فيها، يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك مش عارف ايه، ما كانش بيغش مثلا، يمكن سلك كده يدورك للسياره، انما هو يمكن بيقول لك ده الموتور مش عارف بايظ والمش عارف الايه والايه، ويقعد بقى يكمل بالك، ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاططها لك. هات بقى انت صنعه ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم خمس مرات، يبقى في عطب؟ لا ما فيش عطب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها انها تذكرك بالله كل يوم خمس مرات، ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد، كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة، وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا، إن دخلت الأول تقعد في الصف اللي قبله، مش ولا بيحصل إيه؟ تقعد في الصف اللي قبله. وبعد ذلك تراه وهو ذليل أمام الله، وهو يرى أنك رأيته ذليل أمام الله، يبقى ما يتنزحش عليك بعد كده قوي. ده أنا شفتك بتعيط عند البتاعنا، شفتك بتعيط عند الملتزم، شفتك عمال مش عارف ايه، خلاص انتهت. يبقى ده استطراق للعبودية ولا مش استطراق؟ استطراق للعبودية. ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه، قالوا يحرسه بسجادة، وبعدين يتأخر بقى ويجي في الاخر وراء عشان السجادة محطوطة. لو الناس واعيين بقى كان ساعة ما يشوف السجادة دي ياخدها يلمها كده ويرمها بره ويقعد مفرح. لأن يا أخوات الصف الأول مش علشان تيجي الآخر وتقعد في الصف الأول، ربنا صففها في المسجد إقبالا عليه. قال له ويقعد، بده يقعد بقى ويعمل، قال له إيه هو، وتغطى الرقاب ويعمل له مش عارف شغلانة، إيه الحكاية دي؟ يبقى عايز يعمل استطراق عبودي، استطراق لكل الناس، أنت تشوف الكبير والكبير يشوفك وأنت شايفه وبتاع وحاجات زي دي. فإذا الصلاة هي، ولذلك قال لك الصلاة إيه؟ عماد الدين، من أقامها فقد أقام. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاة لكونها لها هذه الأهمية فرضت بما يناسب أهميتها. كل عبادات الإسلام فرضت بالوحي، نزلت الآية ففرضت بها، إلا الصلاة استدعى الحق رسوله الصدق، قال له تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله لك. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجه تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له او تاشيره يبقى يشوف ايه،
ان كانت اهم شويه يقول له والله في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني مش عارف ايه، وان كانت اهم قوي يقول له تعالى عندي عشان في موضوع مهم. اهي الصلاه كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاه جعل الصلاه تقربا الى عباده الى الله. مش انت خدتها قرب برضه؟ انا عايز الناس يقربوا مني، عايز الناس يقربوا مني. أقم الصلاة لذكري أي لتذكري، لأن دوام ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم. لكن لما تدخل بعد تسمع الله أكبر وتسمع القرآن وتسمع مش عارف إيه وتسمع إن الناس ما شغلتهمش المشاغل وجات كده تفتكر مرة بين إن كنت إيه؟ إن كنت ناسي. وأقم الصلاة لذكري